السبعينيات وبداية الثمانينيات تبنت مجموعة تدعى جبهة تحرير لبنان من الغرباء المسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية على لبنان. بحسب الكاتب الإسرائيلي رونن بيرغمان، فإن هذه الجبهة كانت منظمة إرهابية تديرها إسرائيل من أجل العمل في لبنان بين عامي 1980 و1983 تحت إشراف أريال شارون. هدفها كان استفزاز منظمة التحرير الفلسطينية ودفعها إلى الرد على الهجمات من أجل إعطاء إسرائيل ذريعة لشن اجتياح واسع ضد لبنان. خلال عام 1981 تسببت هجمات هذه المنظمة الإرهابية خلال أسبوعين باستشهاد أكثر من 100 مدني. وفي شهر كانون الأول ديسمبر من العام نفسه تم تفجير 18 قنبلة زرعت في سيارات ودراجات وحتى في حيوانات تستخدم في الزراعة. هذه التفجيرات استهدفت مكاتب منظمة التحرير أو أي مكان يتجمع فيه الفلسطينيون. حتى الأمريكيون لم يسلموا من الإرهاب الإسرائيلي، فلقد أعلنت الجبهة مسؤوليتها عن كمين استهدف في عام 1980 السفير الأمريكي في لبنان جون دين، لأنه كان يحمل أفكاراً مؤيدة للفلسطينيين. نتيجة التحقيق لم تكن حاسمة في إدانة الجبهة، ومن المفارقة أنه تم استخدام صواريخ أمريكية في الكمين. الإعلام الغربي تجاهل ذكر الجبهة عند تغطيته كتاب بيرغمان. هذا الصمت المريب كان يعني أن المسؤولين الإسرائيليين لم يضطروا إلى تأكيد ما كتبه بيرغمان أو نفيه. تناول الإعلام الغربي الكتاب على أنه يبحث فيما وصفه بقضية حرب إسرائيل على الإرهاب، مع تجاهل متعمد لحقيقة مفادها أن جماعة إرهابية إسرائيلية كانت مسؤولة عن إحداث فوضى في لبنان وقتل مئات المدنيين الأبرياء.